وكنا قاعدين على الباب مبسوطين نتمزح واسمه اتصرف فينا قاعدين نتمزح بغمض عيني بفتحة بلاقي حالي بحلم أختي مرمية على الأرض وأختي الثانية وماما وأنا كل دم وأختي استشهدت وأنا اتصوبت وماما اتصوبت وأختي الثانية اتصوبت وإحنا شردنا على ماما زاني ماما زاني صارت اليهود تضرب علينا قضايف وإحنا في الكويت كتر تطخ علينا واحنا نشرد مش عارفيننا نشرد ضلينا بنجري نجري بالاخر لقينا سيارة لان هي ودتنا على كمان الادوان. عمري 10 سنين. الجيب كنا هنا بالمريحة رجعوا بتمددنا على الارض وبنت اختي استشهدت بنت اخوي استشهد وودونا على الخدمة العامة لقوات كفر الطوق لان اخوي الله يرضى عليه جبني حكمها العدوان وهي عندي أجهزة فكل 2 كبار وبنت أختي ما استشهدت الله يرحمها هاي الأجهزة شايفين فكل 2 كبار الله يرحمها إن أنا أبوها من اليهود حلفوا الله ونعم الوكيل حلفوا الله ونعم الوكيل والله ونعم الوكيل.